مساء الفل على احلى بنات في الدنيا، بنات هي وشطارتها. النهارده بقى حلقه خفيفه ولذيذه قوي، بس قبل ما ندخل في حلقتنا محتاجه اسلم على ساره. وايه الحركات وايه قلت اغير من نفسي تحفه، قلت اجدد كده كل اسبوع. المهم احنا النهارده جايين نقول حاجه مهمه قوي للبنات. ابدأي. بصي انا هبدا يا جماعه، انا مش محضره الكلام، انا هقوله كده يعني كل بنت هتحس بيا. يعني هقوله، ساعات بتحسي ان انت متعصبه، متضايقه، مش طايقه نفسك، مش طايقه الناس اللي بتكلمك، ولا طايقه شغلك ولا جوزك ولا خطيب ولا الشخص اللي معاكي ايا كان ايه هو، مش طايقاه. حاسه نفسك ان انت عايزه تنتحري، عايزه تعملي حاجه عايزه تبوظي حياتك. يعني يلا ايه يعني ده قرار غلط، انا عايزه اروحه، انا راح اعمل ده. في حبايه في وشي كده بتبقى غريبه، يعني الحاجات دي كلها يا جماعه طبعا كلنا كبنات عارفينها ومش تاهين عنها وهنعرف ايه دلوقتي. ايه البنات وستات عموما بيمروا بفتره اسمها فتره البي ام اس، او مرحله ما قبل الدوره الشهريه. هي كتير مثلا بيقول لك لا ده دلع بنات، ده مش صح، ده مش عارف ايه، ولكن هو فعلا حاجه بجد. البنات قبل البرد بتحصل، هما بيخشوا في مرحله انا جنبي وجعني، انا رجليا وجعاني، انا ظهري وجعني، انا عايزه اتخانق مع امه لا اله الا الله، انا مش طايقه نفسي بجد. وتقومي من النوم تعيطي، طب ايه اللي حصل؟ انا بعيط ليه؟ انا نايمه كويسه، انا بعيط ليه؟ طب حد يجي يكلمك، إذا انت بتكلمني وحش، عارفه والله ما كلمتك وحش، اهدي بس، لا انت كلمتني وحش. فتحس ان انت مجنونه بجد، عماله تتخانقي مع الناس، عندك الام جسديه، وحاسه ان انت عندك الم نفسي انت مش عارفه سببه، وتبتدي تفكري في حاجات حصلت من سنين انت خلاص انت قولي تخططيها. ومره واحده تلاقي حبايه طلعت هنا، حبايه هنا، حبايه في اماكن غريبه، لازم تسلم عليك. ايه انت ايه اللي جايبك هنا في النص؟ فدي فتره موجوده بجد، البي ام اس اللي كل البنات بتمر بيها، حتى لو انت مش عندك وعي بيها فاحنا اهو بنقول لك دي مرحله ما قبل الدوره الشهريه اللي انت بتمر بيها، ودي فطره ربنا اللي خلقنا عليها. مفيش تحاليل تقدري تعمليها عشان تقول لك ان انت في الفتره دي، ولكن الحاله النفسيه والجسديه والتحليلات اللي العلماء عملوها بتثبت المرحله دي. فاحنا هنا المفروض بنعمل حاجات عشان نتعامل معاها. ايه هي الحاجات لو انا في فتره البي ام اس ازاي اعملها عشان يعني تمر باقل ضرر ممكن، باقل الخسائر، لو يعني عشان ما اخسرش على اختي بالناس كده كلها. هتيجي يا جماعه، كده كده الفتره دي هتيجي، وكده كده بس ليها علاجات، ليها خطوات ان انت بتسيطري عليها وبتكنترول عليها بشكل او باخر. بصي انا إيه لما قريت عن الموضوع، لان طبعا الموضوع شاغلني جدا، لان طبعا انا زي كل البنات وبنات كتيره جدا بتمر بالفتره دي، بتبقى فتره صعبه جدا طبعا، وفتره ما بتعرفش ازاي تتعامل، وفي نفس الوقت هي تغيرات في الهرمونات، ما دي حاجه من عند ربنا مش هتتحكم فيها بالزبط. بس ان انت ممكن تعمليه كده حاجات بسيطه، يعني هي ان انت تتجنبي اي ضغط الفتره دي، اي قرار مهم في حياتك، جواز بقى، شغل، حاجات، اي قرار المفروض تاخدي فيه يعني خطوه دلوقتي وقفيه شويه. والاكل كمان، نظام الاكل مهم جدا، اكل صحي، ده بيؤثر جدا على البي ام اسنج او متلازمه ما قبل الدوره الشهريه. كمان الرياضه مفيده جدا طبعا، لازم تبعدي طبعا عن كل المنبهات اللي كنا عارفينها زي القهوه الملح والسكر برضو، يعني حاجات كتيره جدا ممكن ان انت لو قللتيها صدقيني اكتر حاجه هتساعدك هي ان انت تكوني عارفه ان هي جايه، سواء بقى ابلكيشن مثلا على التليفون، سواء انت حاسباها، حاجات كتيره جدا بتساعدك ان انت تعرفي يا جماعه انا مش طبيعي دلوقتي، انا طبعا مش طبيعي دلوقتي. تبتدي ان هي تاخد فيتامينات، تروح للدكتور لو في حاجه ممكن يبقى عندك خلل، يعني في خلل في هرمون معين بيخلي الموضوع بيبقى زياده معاكي، فطبيعي اصلا. يعني انا كدينا بشوف يعني ان كل البنات محتاجه تروح لدكاتره امراض النساء، ده عادي جدا عشان في بنات على فكره بتتكسف. يعني البنت لو هي مثلا يعني مصمزيه مش متجوزه او حاجه تقول لك انا ليه روحت دكتور امراض نساء، تتكسف او تحس ان في حاجه، لكن حتى الاهل يحسوا ان في حاجه غريبه، لأ انت عادي، بس ده مش صح. هو طبيعي ان انت بتروحي كل مثلا سنه او كل 6 شهور على الاقل تعملي تشيك اب، بتشوفي هرموناتك، حتى عشان شعرنا وشنا بالظبط، ساعات كتير شعرنا بيقع بسبب مثلا خلل في هرمون معين او حاجه بالظبط، ده طبيعي. فاحنا يعني في مفاهيم كتير مننا اتربى عليها، المفاهيم دي مش صح. مفيش حاجه اسمها اصل هي البيت جايه لها فهي بتدلع، هي مش بتدلع، هو فتره يعني فعلا بتبقى صعبه على البنات والله كلها، والله العظيم مش دلع، هو فعلا فتره موضوع صعب الام جسديه والله بيبقى، والنفسيه بتكون اكبر
من الجسد من الجسديه الالم الجسدي أكبر. بيبقى فظيع فظيع غير الالم النفسي. انت مش عارفه انت مش محدده انا اعمل بالزبط. ايه انا تعبانه وكمان ايه السبب وكمان يعني اخيرا برضو كده حابه يعني برضو اوجه كده للرجاله مثلا هم كل بنات طبعا فاهمه انا بتكلم في ايه لكن مثلا لو في اي راجل مثلا مراته او خطيبته او اخته او اي حد قريب منه يا جماعه قدروا البنات دي احتووا البنات دعم دي النفسي. طب طب دعم عليها النفسي. دعم النفسي في الاوقات دي بالذات بيفرق جدا جدا ولو مثلا بعد لو كده على فكره هما بياخدوه بعد كده بياخدوه دلع بقى وحاجات يعني لطيفه بعد كده الحاجات دي بتترد ان انا بالظبط ان انا انت شلتني طبعًا. مثلا في وقت طبعًا. معين استحملتني زي ما انا بستحملك لو انت عندك ضغط شغل او حاجات في البيت او في العيله او الكلام ده كله ابوس ايدك استحمل وافهم وقدر واحتوي ومش هتخسر اي حاجه يعني لو شلتها الكام يوم دول هتلاقي اصلا ان هي هي شايلاك طول الشهر اصلا وهتستحمل والله غلابه يا جماعه والله كلمتين حلوين أيوة يعني والله. كل حاجه بنقولها لكم بكل تفاصيل وان شاء الله احنا عايزين بقى نبدا حلقتنا عشان هم بيقولوا لي يعني في الوقت خلص وقت الانترو يعني محتاجين نبدا الفقره تهتمي بنفسك اعرفي ان دي فتره عاديه جدا كل راجل بعد اذنكم يقدر هي كمان تقدري نفسك جدا تبعدي عن اي ضغط على قد ما تقدر. وتعرفي ان ده مش خلل او حاجه وحشه فيكي على بالزبط. قد يعني هي بجد فكره ربنا اللي خلقنا عليها انت ما فيكيش اي خلل انت تمام انت زي الفل وتمام ويلا بينا بقى ايه نروح كده نشوف فقراتنا فقرات حلوه جدا بينا. هنروح كده نطلع فاصل عندنا كده شويه فن وحاجات ايه تحفه فاصل ونرجع تاني الفن احلى حاجه في الدنيا لما تكوني فنانه بتحطي روحك في الحاجة عمر ما هتلاقي فنانة بتعمل حاجة شبه التاني سواء بتغني أو بترسمي زي الفقرة اللي معانا النهاردة فقرة مميزة جدا ومليانة حاجات مختلفة لأن دايما الفنان بيكون مختلف والبراند اللي معانا النهاردة لآرتس مع الجميلة الأستاذة لميس منورانا النهاردة وهتحكي لنا بقى عن الفن يا جماعة زي ما انتم شايفين كده الاستوديو بقى كله في حته تانية في فن كده وفي رسومات اللي جنبك واللي مختلفة جنبي جدا تحفه من ورانا الاول بقى عايزين نعرف الناس بيكي مين هي لميس انا لميس الجندي اصلا مهندسه معماريه بس اشتغلت في العماره وفي الانتيريور شويه اول ما اتخرجت بس بعد كده ما عجبكيش الموضوع شويه انا من وانا صغيره اصلا وانا موضوع الرسم يعني مسيطر عليا شويه شغفها بالظبط فلما حتى لما دخلت هندسه كنت عايزه عماره قوي عشان موضوع الديزاين وانك تكريت مكان وان كده كان تعملي ستايلنج لمكان كان عاجبني جدا وبرده اشتغلت في الانتريور لنفس السبب حلو قوي بس لا ما عرفتش برده مش أنا. لا مش ما اتبسطتش فبعد ما عديت شويه في فتره الجواز والخلفه وكده كنت باخد كورسات ساعه الكليه حلو قوي سكتشنج وحبر وكده اوكي بس بعمل الموضوع هوايه يعني ماشي بس اساسي امتى بقى يعني المشروع نفسه بدا امتى قلتي بقى انا هغير بيوت الناس امتى هحط روح لطيفه جواها قررت بقى ان الموضوع ما يبقاش هوايه يبقى فعلا بزنس بعد ما اتجوزت وخلفت لقيت يعني بنتي واخده مني الموضوع ده شويه أوكي. بنتي كبيره فلقيتها كبرت بقى وبدات بترسم حلو قوي حلو قوي بتحاول اصلا بتعمل ستايلنج للدول هاوس والكده هي عندها باشن بالموضوع ده قوي ففكرت كده قلت طب هو انا ليه ما اشتغلش في الموضوع از بزنس يعني يبقى ليه في براند ويكبر بعد كده يبقى قدام اصلا بالزبط. حاجه من اقوى البراندات في مصر ويا ريت طبعا ده حلمي وهي تكبره ده بالعكس ده الفن اصلا واللوحات والحاجات دي بتنتشر في العالم كله هي اكتر حاجه بتنتشر في العالم كله بالظبط وبعدين اول ما ابتديت اخد بقى قلت انزل اخد كورسات وبصراحه جوزي شجعني قوي في الموضوع ده حلو يا جماعه تشجيع الزوج يعني وقاعد دلوقتي ورا الكواليس بيصورها يا جماعه والله انتوا مش شايفينها وقاعد بيصورها شجعني كتير جدا وبعدين لما ابتديت اشتغل واعمل بيندنج بناتي الاثنين بقى وبجد كانوا فرحانين بيا قوي لدرجه ان هم بقى يفرجوا اصحابهم مامي عامله حاجه بالظبط انزل معارض بيجوا معايا بازارات بيجوا معايا حلو قوي فكانوا مبسوطين بيا قوي فده اداني بوش لا انا طبعا. مش هرجع انا لازم اكمل اكتر لازم اعمل حاجات احسن بالظبط اداني بوش أوكي. كمان اسيب الهندسه وما ازعلش حاجه ثانيه طب انا عايز اعرف حاجه دلوقتي يعني اي فنان زي ما قلت مفيش حاجه بتكون شبه الثانيه كل اللوح اللي معانا كل حاجه ليها روح مختلفه ليها روح وليها تفاصيل انت قلت لي ان الفنان ما بيعرفش ان هو يكرر حاجه حتى لو في واحده جت قالت لك انا عايزه الصوره دي لو بتنقليها هتنقليها مختلفه برضه هتنقليها بروحك انت ايه اكتر حاجه وبعنيها. بقى بتاثر على روحك انت او ذوقك حاجه مثلا دايما بتتجهي مثلا حاجه بتلهمك للطبيعه
بتشوفي حاجات مثلا على النت، الحاجات المشهوره، ايه اكتر حاجه بتلهمك بتطلعي صوره معينه؟ هو انا اصلا بحب قوي الشجر والورد، الطبيعه، المناظر الطبيعيه. بحبها قوي. الحاجات اللي بتطلب كمان قوي وانا بحبها حتى في بيتي، بحب الستايل ده، ستايل هو الحاجات الالوان البيزك اللي بتدي راحه نفسيه، البيج مع الحاجات اللود والجريات والحاجات دي بقى حتى بتطلب كتير دلوقتي عشان ترند. اوكي طيب أوكي. انا عايزاكي بقى تكلمينا عن اللوحات بتاعتك. انا شايفه مثلا في حاجات زيت، في حاجات اكلارك، في حاجات بمعجون. بالظبط. عايزين بقى نشرح للناس مثلا، نبدا بالمركب دي حلوه قوي. دي خطيره، دي اصلا كانت جنبي، مش عارفه ايه الواد ده هناك. لا ممكن المركب دي حلوه قوي معايا، تحفه. المركب دي اكلارك ومعجون. اوكي. بس ما فيهاش، هي مش زيت، هي بس فيها تكنيكس مختلفه، سكينه وفرشه. اوكي. فيها اتنين يعني كذا تكنيك بالفرشه مختلف. البحر والضاي، دي البحر والسماء، ده شغل فرشة بس تكنيكس مختلفة. المركب نفسها معجون وكلها بالسكينة. أوكي. تفاصيل. طيب واللي هناك برضو دي معجون واكلاريك وداخل فيها ورق ذهب. واو بس حلوة قوي. بس برضو دي جزء فيها فرشة وجزء بالسكينة. واللي قدامنا لا، دي اكلاريك وفيها معجون. بس ما يعني هي برضو اكلاريك ومعجون. هما الاويل بينتنج انا كنت باديه بالاويل بينتنج. أوكي. بس هما اتباعوا، انا ما عنديش اويل بينتنج. اوكي ما شاء الله. ما شاء الله. بس فدول الحاجات من اللي موجوده لسه عندي. دي معجون الباك جراوند فيها تعريجات كتير، دي معجون هي تحفه. بصي وبعد كده بقى دي اكلاريك كلها. لا حلوه قوي. انا عندي سؤال، انت ليه حطيتي فوشيا من تحت؟ انا حاساها انا قالها في حته ثانيه بس شوية. السبب ايه السبب؟ حلو قوي. هو ليها علاقه بالكونترست بتاعت الالوان، دي حاجه. تاني حاجه تحفه، هي اللوحه دي بالذات ليها كونسبت عندي شويه. انا كنت هسالك ليها حكايه. هي باينه ان ليها حكايه. هي حكايه. ايه حكايتها؟ حكايتها ان انا اولا الباك جراوند بتاعتها مش سموث، هي فيها تعريجات وفيها كلاكيه كده كتير شويه. أيه. معجون. انا كنت حابه انها يعني الكونسبت بتاعتي انها شويه حياتنا اللي هي مش مهما بتمشيش سموس على طول. اوكي. ليه علاقه بالحاله النفسيه اكتر. بالظبط. اوكي. الالوان بقى اللي داخله فيها هتلاقي كل لون ليه بيدل على حاجه. انا حسيت، انا شفت الفوشيا بس هو اكتر حاجه خطفت عيني لون الفوشيا اللي تحت او الاحمر. هو احمر وده بيدل شويه عن الحب او العاطفه اللي في حياتنا. اوكي حلوه قوي. الحاجات بقى اللي هي اللون الغالب عليها في الباك جراوند كده الجرين. اوكي. فده اللي بحسه لون محايد شويه للحياه. مثلا لون محايد وبيديكي احساس بيسفل شويه كده، ان انت ان النقاء الداخلي شويه. انك اوكي. الاخضر. اوكي. بالهدوء بيدي احساس. اللون الاخضر عموما لما انت تبصي على زرع كتير او كده بيديكي احساس شويه بالهدوء. كل لون بيكون ليه مسج بالنسبه لك. بالظبط. ان انت توصليها في الحاجه، انت عاملاها دي كانها يعني كونسبت الحياه. بالظبط. هو الاساسي الغالب على اللوحه الاخضر، فهو المفروض ان البني ادم يبقى عنده نقاء شويه من جوه. اوكي. بتلاقي بقى لون اسود دخل، لان ده بتعدي الكآبه، الصدمات، بتعدي بايام. هي الحاجات اللي احنا بنتعرض لها، يعني هي بشكل او باخر هي بتمثل الحياه، بتمثل مراحل الحياه. بتلاقي ابيض في النص. طب حلو. لو مثلا جالك حد عروسه زي مثلا جديده وهي بتحب الفن ده، فعايزه تعمل حاجه مختلفه في البيت، يبقى البيت مليان لوح وعارفه البيت اللي تدخليها تحسي ان فيه هدوء نفسي، فيه راحه نفسيه انت حاسه بيها. ايه مثلا الاختيارات اللي انت بتقولها لها او الالوان اللي انت حاسه ان هي تبقى ماشيه مع المود ده؟ بصي، هو انا اوريدي جالي كلاينتس كده. اوكي. انا دراستي نفعتني قوي في الموضوع ده، يعني ان انا في موضوع الهندسه وفي موضوع، حتى لما كنت باخد اي كورس او اي دبلومات كنت ببقى سابقه شويه، لان احساسي بالابعاد، انا دارسه الالوان اصلا قبل كده، فببقى كل حاجه مكمله بعض. وبتبقي كمان حاسبه المكان، كل حاجه مكمله. يعني شايفه دي مثلا هتوسع البيت، دي ممكن تبقى ضيقه. اوكي. لما بتجيلي كلاينت بقعد اتكلم معاها الاول، بشوف دماغها، ذوقها. حلوه قوي. بروح البيت، يعني بروح لها البيت طبعا. وبشوف شويه اولا المكان اللي هي عايزه ليه البينتينجز، بشوف مودها، ذوقها عامل ازاي. وبعدين بنبتدي، بتبقى في فتره قبل ال 15 20 يوم اللي بننفذ بقى فيهم البينتينج، بنقعد نتكلم مع بعض كتير لغايه ما بنوصل حاجه يعني عجباني وراضياني وراضياها. الموضوع ليه خطوات كتيره، مش مجرد ان انا عايز اجيب لوحه احطها في بيتي وخلاص، ده فيه
لا في مقابله وبتروحي في البيت و... ببقى مبسوطه جدا. يعني هم بيبقوا متخيلين ان مفيش حاجه اسمها كده انت بنعمل بيندنج يا تبقي تشتريها يا ما تشتريهاش او اجيب لك صوره وتقلديها. انا مش ببقى حابه كده يعني، ببقى حابه لا انا هجيلك وعايزه اشوف البيت و... وعايزه كده، فبتبقى يعني بجد هتبقى حلوه قوي. طب انا يعني اخيرا كده عايزه اعرف حاجه مهمه، اي فنان اي شغلانه فيها فن عامه، انا كفنانه بعمل حاجه هي مره واحده بس، مش هقلدها تاني ومش هعمل حاجه تانية. لو انا مثلا دلوقتي برضو لازم يكون مودي حلو، ما انا مش هقعد مثلا ارسم او حاجه، خصوصا لو انا شغل مش مثلا هوايه ارسم في وقت ما انا اكون فاضيه، لا انا في طلب في اوردر لازم اخلصه. ازاي ممكن لو الحاله النفسيه مش مظبوطه في وقت من الاوقات ازاي انت تتغلبي على ده؟ لازم تكملي في شغلك. هو اصلا هو ده اللي بيخرجني بره، يعني هو هو ده اللي بيطلعني الهوايه يعني. لما انا فعلا لما بتخنق بخش ارسم اي حاجه، يعني ما هو ما برسبش اللوح اللي بتطلب او اوردر، بخش بعمل سكتش ورقه. انا حقيقي مش عارفه اقول لك ايه يعني، حقيقي انت نورتينا. للاسف وقت فقرتنا خلص وبجد الحاجات حلوه قوي، واحنا هنعرض كمان السوشيال ميديا بتاعتك، اي حد حابب ان هو يطلب اوردر يتفرج على الحاجات، عنده صوره بس هي مش هتقلدها يعني زي ما اتفقنا، هي تحط روحها هي في الموضوع. ده اصلا دي احلى حاجه اعتقد ان الكلاينت او انا ككلاينت هحبها، ان انا اعمل حاجه تبقى شبهي وحاجه ما فيهاش اكيد مش عند حد غيري، مش متكرره بجد. بشكرك وبشكر ان في ستات ناجحه ولا ارتس باذن الله تكون في حته ثانيه اعلى واعلى، وبنتك ليلى تكمل يعني بقيه القصه الناجحه ان شاء الله. انا حتى البراند سميته اول حرفين من اسمي لا ايوه عشان أيوة. خاطر انا عارفه الموضوع ده ما حبيتش يعني، غالبا كل البينترز بيكتبوا اسمهم هم، بس انا كنت حابه اول حرفين بس عشان انا وهي. ينفع على ميس وينفع ليلى الاثنين. طب احنا معانا البيج دلوقتي على الشاشه، طبعا لو حد عايز يطلب اكيد تحفه تحفه تحفه، والاكيد ان انت مش هتاخدي بيس تبقى حد عنده زيها او كده، هتاخدي حاجه يونيكه تبقى انت بس اللي متفرده بيها في بيتك. احنا بجد فخورين بيكي وفخورين ان انت عندنا حد في مصر اصلا بيعمل الشغل ده بالكواليتي دي، وحد بيفكر مش بينقش زي ما بيتقال. ايوه بالظبط. ميرسي جدا ليكي بجد. انا اتبسطت والله جدا. انا اتبسطت جدا ان انت كنتي معانا. وهنعمل حلقات ثانيه، هنعمل فقرات ثانيه بقى ايه كل الخطوات كده، نتكلم بقى عن كل كونسيبت بالظبط ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي جدا ليكي. نطلع فاصل صغير ونرجع لكم ثاني، بس قبل الفاصل كنا دايما بنقول لكم دوروا على شغفكم، شغفكم ده هو هيبقى العلاج النفسي ليكم قصاد اي حاجه هتمروا بيها، وهيبقى هو كمان البزنس وهيبقى دعمك بعد كده. فخلونا نطلع الفاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. فقرتنا دلوقتي حلوة ومميزة وهتهم بنات كتير قوي، عشان كلنا بنبقى عايزين البرودكت اللي احنا بنستخدمها على وشنا او جسمنا تبقى مواد طبيعية ما تضرش وشنا، لا تخلي وشنا يعمل حبوب ولا يحصل تهتك في حاجز البشرة، وفي نفس الوقت حتى لو برودكت بنحطه على جسمنا برضه يبقى جسمنا جلوي مترطب كويس، ضوافرنا رموشنا. فالنهاردة بقى جبنا لكم براند كل البرودكتس بتاعته طبيعية، وصاحبته عروسة على فكرة، فهتقول لنا كام حاجة كده نعملها. معانا اسراء عادل اونر براند تيلي. نورانا يا اسراء. نورانا اسراء العروسه. العروسه العروسه حلوه قوي بجد. واحنا كبنات بنحب فعلا زي ما انت قلتي الحاجات الطبيعيه في بشرتنا. احط الليب جلوس، احط حاجات. منورانا اول حاجه. ميرسي نورك حبيبي. هنبدا بقى كده فقرتنا، عرفيهم كده ببراند تيلي. بصي وانا تقريبا عندي 16 سنه كنت ببقى عايزه بدل ما انا احط ميك اب مثلا او حاجات تضر بشرتي، فضلت ادور على حاجات احطها تديني لوك الميك اب عادي بس في نفس الوقت ما يكونش فيها كيميكالز او ما تضرش بشرتي او كده. بالظبط تكون طبيعيه وبرده تخلي شكلي حلو. اوكي. ففضلت بقى ان انا اجرب حاجات بقى في البيت واعمل مع نفسي لحد ما حسيت لا انا حابه الموضوع، ان هو شغفي يعني انا حابه اكمل فيه. انت اصلا دارسه ايه؟ انا تجاره. اوكي. متخرجه من تجاره. لا ليها علاقه برضه بزنس. درستي الحوار أصلاً. ولا في 2021 بقى خدت كورسز مع دكاتره هنا في مصر، وخدت كمان كورسز اونلاين مع انستراكتورز بره مصر. أوكي. وجبت كتب من بره مصر يعني. حلو قوي. يعني درستي الحاجات اللي درست كل حاجه انا عاملاها، ودرست البشره، درست كل حاجه قبل ما ابتدي اصلا البراند. انا بدات البراند في 2022. انا قعدت ادرس 2021 كلها سنه
وقبليها كمان بس يعني درست بروفيشنال يعني او التدر يعني اللي هو بقى كورسز وكده في 2021. بتحسي بين الموضوع من اول صح تحت قوي. بداتي بقى البراند بتاعك عموما بداتي شهر 4 شهر 4 2022. اوكي بدانا تلك السنه دي 2022 من سنتين. طب كلمينا بقى عن البرودكتس اللي عن تالي. بصي عندنا هير اند بودي ماسك اوكي بتحط على الجسم وعلى الشعر ما فيهوش كحول ما بينشفش الشعر لان دايما الهير ميست مهمة. الهير ميست ممكن ينشف شعرك او تحسي ان هو بيكهرب الشعر شويه. لا اللي عندنا ما فيهوش كحول فمش بيضر او أوكي. مش بينشف قوي بيدي ريحه حلوه ثابته قوي الجسم وعلى الشعر التو ان وان يعني تحطيه في اي حاجه يعني احطه على شعري واحطه على جسمي على الجسم الاثنين حلو قوي ده. الاي براز واكس بصي هو ده مهم الحواجب خصوصا بعد موضه اصلا الحواجب الشعر المتثبت وكده بقى في اصلا برودكت كتير بس بتوقع الشعر يعني صابونه الجلسرين دي مثلا كارثه. لا فانا شفت اصلا ريفيوهات ان ده طبيعي ده مثلا ما بيوقعش الشعر وفي نفس الوقت انت من اول فرشه اول حاجه هي دي الفكره بتاعت البراند ده كنتش عامله كنت جربت دي أوكي. الفكره بتاعت البراند ان احنا نستخدم حاجات تخلي شكلنا حلو وفي نفس الوقت طبيعيه ما تاذيناش وبتفيدنا كمان يعني الواكس الحواجب ده فيه خلاصه روزماري فيه خلاصه صبار اللي هي اصلا تخلي حواجبك تتقل والفراغات تتملي بالظبط حلو قوي ده. فانت حاجه تخلي شكلك حلو وفي نفس الوقت هتفيدك ف لا حلو جدا والله. طيب ومعاكي بقى ايه تاني هنا؟ الماجيك لاب جلوس هو شكله بيبقى لونه اسود زي الروج السحري فاكره في كوكونات اويل في جوجوبا اويل. لا هو اكيد بيقلب بينك مثلا احمر هو بيديكي اللون البينك اللي هيليق عليكي انت يعني هو هيديكي لون هيدي دينا لون هيديني انا لون يعني هو على حسب على بشرتك بالظبط ايه ده جامد ده حلو قوي. وبعد ما لمعه هو اصلا كده وانا قريت ان فعلا في فاونديشن كده وبيتحط بيعمل نفس الافكت ده ففي روج يدي نفس الافكت ده خطير. وفي فيتامين اي في كوكونات اويل في جوجوبا اويل يعني هيرطب اصلا الشفايف وبيفضل بقى ثابت طول اليوم تقريبا حلو قوي. بعد ما اللمعه بتاعت الجلوس نفسها تروح لا بيفضل ثابت. ممكن بقى نروح بيه الجامعه نروح بيه الشغل نروح بيه اي مكان كانك عامله تاتو كذا لون يبقى سهل جدا ابقى حاطاه طول اليوم. التنت برضو من البيست سيلرز من الحاجات طبعا البيست سيلرز دي يعني اكتر حاجه انا باخد بيها بس على الخدود في اي وقت في فيتامين اي يعني انت بتحطي حاجه حلو قوي. هتفيد اصلا بشرتك. لا انا ده اكتر حاجه انا بستخدمها في خروجي العادي انا كل يوم يعني التنت بس وممكن احط كمان على بقي يعني التنت على بقي وعلى بقي الاثنين على الاثنين لما بيتحط ممكن يبقى او كده ولا بيبقى بلوي بقى. احنا الفورمولا بتاعتنا اصلا مختلفه عن اي تنت موجود لان هي كريمي سهل انك تعملي له بلند مش حلو قوي مش بيبقى ولا اي حاجه مش ليكويد يعني هو كريمي انت بتعملي له بلند بالبراش هو كريمي مش ليكويد ممكن نفتحه كده نوريه برده للناس ان هو كريمي كده بتحطيه ممكن سويتش كده وتعمليه عادي مش بصيها اوكي انا كنت فاكراه ليكويد لما شفت الفرشه دي كنت فاكراه اللي هو بيتحط قدامك بسهوله قوي اصلا بسرعه على طول انا بس خلاص ده لون خطير في بنات بقى بتعمل طبيعي اصلا قايل عليكي قوي وطبيعي كمان حلو قوي. في بنات بتعمل مكسات يعني هو في منه فور شيد في نود في بينك في ريد في بيتش نود واحمر نقطه وتعملي درجه اصلا 5 خالص على حسب وشك انت محبه حلو قوي. ممكن احطه على شفايفي برضه على فكره احطه على الشفايف ايوه ثباته حلو قوي ثباته حلو قوي. عندنا ايه تاني؟ عندنا بقى اللاش سيرم ده بيتحط على الرموش ده بقى برضو ده اختراع بقى احنا مختلف في ايه يبقى. ان البيز بتاعه مش اويلي لان الاويل لو دخل جوه العين بيعمل حموضه ممكن يعمل مشاكل يعمل اجهزه دهنيه او حاجه ده كله خلاصات مائيه في أوكي. كل الخلاصات اللي تتخيليها اللي ممكن تفيد الحواجب والرموش وتطولهم وتتقلهم تنبت الحواجب اصلا بالظبط ممكن اصلا تحطيه كبيز قبل الماسكارا قبل ما تحطي الماسكارا وحطي عليه عادي تحطي عليه. طب لو انا هستخدمه كروتين يومي يعني ممكن استخدمه كل يوم مثلا الصبح وقبل ما انام او كده مرتين في اليوم مرتين في اليوم الصبح مثلا وقبل ما انام احطه عادي الصبح قبل ما تنامي ولو حطيتيه كبيز قبل الماسكارا يعني يقلل ضرر الماسكارا اكتر على الرموش ويخليها اطول فاهمه بالظبط يعني هو يتحط كبيز يقلل بقى ايه من الضرر بتاع الماسكارا يعني اكنك بتحطي كده ايه اكنك بتحطي سان بلوك يعني حاجه بيز وبعد كده تحطي عليها الحاجه. طب انا عايزه اعرف حاجه مهمه انا عارفه ان انت عروسه ايوه هي لسه جديده دايما اي عروسه بتهتم جدا بحاجاتها وهجيب ايه والتسريحه تبقى فيها حاجات قد كده هل انت بتستخدمي الحاجات حاجات مثلا معينه بتنصحي بيها اكتر حاجه تستخدميها وخدتيها اصلا في جهازك يعني خلاصه تجربتك
بما ان انت عروسه دلوقتي وباقي ايام معدوده وننقلها للبنات من خلال منتجاتك. اوكي طبعا التنت لان احنا هنستخدمه في البيت هنستخدمه في الخروج مش هحط الميك اب برضه انا قاعده في البيت كعروسه يعني. بالظبط وزي ما قلت لك هو بيديكي ناتشرال لوك يعني هو مش بيبقى اوفر او كده لا هو بيخليكي شكلك طبيعي خالص وفي نفس الوقت هيفيدك يعني ما فيش ضرر خالص ان انت تحطي الماجيك ليب جلوس نفس الكلام حلوة هيفضل لونه ثابت طول اليوم الهيلاند بادي ماست هو 2 ان 1 شعرك وجسمك على طول مش اصلا تش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 
حلو قوي للجسم. الدراي اويل اول واحد. اه اوكي حلو قوي. هيدي برونز للجسم. اه وفي نفس الوقت مش هتحسي باي ملمس اويلي على الجسم. حلو قوي. مفيش خالص اللي هو بقى يبقى كاني حاطه زيت او حاجه او لا لا خالص. أوكي. يعني اول ما تحطيه خلاص هتلاقي الجسم امتص. حلو قوي ده. اوكي. هو في كمان سيرم للضوافر صح؟ في نيل اويل اه بيطول الضوافر بيقويها. في زيت ليمون عشان يبيض الضوافر ما تبقاش الضوافر نفسها باينه ضعيفه او تتكسر بسرعه. في فيتامينز. انت اكيد يعني بتتعاملي مع مكان معين بيصنع لك الحاجات ولا انت بتعمليها بايدك في البيت؟ يعني مثلا هل في مصنع او مكان انت بتصنعي فيه ولا انت في البيت بتعملي حاجات من اي تو زي؟ لا احنا بنعمل في مصانع. في مصانع. اوكي. واحنا اونلاين بس مفيش مكان بيكون. احنا اونلاين بس احنا البلان بتاعتنا السنه الجديده ان احنا بقى نبقى اون جراوند على ارض الواقع اكتر. ان شاء الله. يبقى في مكان الكلاينت يجوا يشتروا منه البرودكت. عايز اقول لك احنا دايما بيبقى وشنا حلو على ضيوف هي اشترتها فانت ان شاء الله. ده كده كده اكيد. باذن الله. اعملي خطوات كتيره باذن الله. في كده ستيبس كتيره للتالي تروح بيها لحاجه كبيره قوي تستاهليها ان شاء الله. ايه هتسالي اخر حاجه ولا يعني للاسف هو بيقول لي يعني مش عارفه ازاي. فكره خلصت الوقت احنا مش عايزين خلاص. احنا كنا لسه عايزين نحكي في موضوع بقى العروسه والتجهيزات. ايوه بس يعني قدامنا حاجات كتيره قوي. حلقات ثانيه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. بس قبل ما نختم الحلقه عايزين منك اوفرز لمتابعين هي واشتريتها. بس احنا هنعمل برومو كود على الويب سايت بتاعنا يديهم 10% على التوتال. حلو قوي. الله حلو قوي. ايوه الويب سايت وستوريهات الانستجرام. ايوه بالظبط. على التوتال على اي حاجه هيشتروها. حلو قوي بجد. حلو قوي. نورتينا نورتينا فيا واشتريتها. وانت شاطره قوي. وانا وساره بنتمنى لك ان انت في حياتك الجديده تحققي كل الخير وكل النجاح اللي انت عايزاه وتبقي مبسوطه دايما وهتبقي عروسه زي القمر. واحنا جايين الفرح ولمين احنا معانا وجايين احنا بنحب الفرح. سوري كلمه بس كده سريعه للبنات. كلمه كده سريعه زي نصيحه منك منهم كبزنس اونر صاحبه براند وكعروسه برضه. بصي بجد طول ما انت في دماغك ان انت هتحققي حاجه او ان انت يعني انت واثقه في اللي انت بتعمليه او انت بتبذلي المجهود او بتسعي ومش بتستخسري ابدا في شغلك ولا وقت ولا صح. مجهود ولا فلوس ولا اي حاجه هتوصلي اللي انت عايزاه ان شاء الله. صح. بشكرك قوي يا اسراء بجد نورتينا. الحاجات حلوه قوي. مرسي. واهم حاجه الحاجات تكون طبيعيه واحنا كبنات بنحب كده. طبعا بشكرك جدا. للاسف وقتنا خلص بس هنعمل حاجات ثانيه بقى وهنسمع معاكي خطوات جايين الفرح ان شاء الله. وعازمين على الفرح ان شاء الله. اكيد. شكرا يا دكتور. للاسف حلقتنا خلصت بسرعه يعني زي العاده ومش عارفه ازاي. مش عارفه يعني احنا بنتضايق جدا كل حلقه بتخلص. بس انا حقيقي مبسوطه قوي بالبنات وبشطارتهم. مبسوطه بالخطوات اللي احنا بنشوفها كل يوم قدامنا وكل حلقه قدامنا بنشوف قد ايه البنات شاطره وحلوه وبجد هم شاطرين بجد. ودايما الكلمه المشتركه عند كل البنات انك تكملي. كملي ابداي في الحاجه اللي انت عايزاها وكمليها. لو كملتي اكيد هتوصلي دلوقتي او بعدين. كده كده شطارتك هتغلب في الاخر. اشوفكم في حلقه جديده من هي وشطارتها.